عملنا من ميديا إيه؟ عنا خبر على ضحى العريبي نختموا بيها أيوة. اللي تحكي على قصة كفاح وصلت للتيك توك، قالت اللي هما كانوا ما عندهم حد شايف الدار، ما فهمناش واش فيه، ما عندهاش فلوس، ومرة ما عندهاش انترنت، امها عطاتها 10,000 من حق القضية نتاع الدار، صبت ولعبت جولة خسرت فيها، ومن بعد نهارين كلموها قالوا لها راك جاوها زوز اسود وربحت تصبوا لك فلوس. قالت لي نهارتها برشا صغاريت في الدار، العبيد يصخايبوا فما عرس، وبنت عمي كان ديما تقول لي فاش قاعده تعمل فوق عليك، توا انا وليت مشهوره وندخل في برشا فلوس، بعدنا كلي كانت وضعيتنا خايبه، وكنت نلوش في خدمه ب 300 دينار وما لقيتش، اول مبلغ تصب لي من تيك توك هو مليون، وتوا الحمد لله عندي برشا فلوس وعائلتي الكل انا ولات عايشين في رفاهيه، في خيرها هي في رفاهيه في بحبوحه من العيش. يا فوزي والله انا والله سامحني يا ميسه، معناها نحب نفهم فقط، معناها جو بوز لا كيسيون وامر، معناها ضحى العريبي هذه كل مده هكا هاي طلقت هاي عرست هاي رجع، شنو هو الابداع وشنو هو هالعلم نتاع الناس اللي قاعده تقدم فيه؟ معناها بالحق معناها جو بوز لا كيسيون، معناها هذايا تو كي تقول لي هالربح السريع والربح الغير، معناها ما عادش تقراوا، ما عادش تجتهدوا، ما عادش تخدموا، وتبعوا ضحى الانستغرام والتيك توك هكا هو من هذا هو سي فوزي معناها فريمون، معناها هذوما من الحاجات السلبيه نتاع الديجيتال، معناها تو احنا نحترموا حياه الخاص، انت يتعرس ولا تطلق شنو هو باش تستفاد المجتمع التونسي؟ هل باش تحل الازمه الاقتصاديه نتاع تونس؟ باش يتعقل كيف العرس؟ باش يتعين كما قالت هذا وزير الثقافه؟ إيه مش اي حاجه لازم نستفادوا منها. فلسطين سي القضيه الفلسطينيه تحلت وسي على اساس يعني معناها هذه امور خاصه بصراحه، ما بصراحه ما راهاش معناها ما واضح. فوزي سامحني بالنسبه للاخت تحكي على تجربه تيك توك ومورد رزق، دونك لهنا معناتها هذه التيك توك ولا التواصل الاجتماعي فيسبوك ولا تيك توك ولا شان يوتيوب، هذه مورد رزق وهذه ارزاق بيد الله، معناتها احنا متفقين معناتها ماهوش باب الاجتهاد ولا علم، هذا الترويج، هذا الترويج، مش ترويج، هي تجربه للربح السريع للربح باقل موجود مجهود من خلال حتى الجسد نتاعك الله اعلم المستوى، لا ما تدخلوش في المستوى هذا هو معناها هذا هو تو الحاجات اللي تو قاعدين نشوفوها. صفه عامه ضحى معروفه مموجوده، هذه ما ربحش انا ما عنديش حاجه اخرى تعملها، احنا نحكيو على تيك توك ولا التواصل الاجتماعي كمورد رزق باب رزق للناس، هذاك هو 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 باب رزق للناس، إيلون ماسك تعرفوها يقول توا اللي الوصول للانترنت مهم برشا كيما الماء والهواء، يعني تلمون توا احنا داخلين في العصر نتاع الديجيتال وماشيين بشويه بشويه للتطور. ذو حال عريبي هي كيف تحكي على قصه نجاحها الرقمي بالحق تستحق الاحترام، على خاطر فما شباب برشا يعني والبطاله والفقر لازم يستغل الايديت اللي عنده، وهذا تيك توك توا ولي ريزو سوسيو الكل هذم توا ايديت العصر، يعني هذا الواقع نتاعنا نشوفه في امريكا برشا ناجحين، اما خير عبد يوصل يدخل فلوس وماهيش راهو ربح ساهل، راهو بالحق يعني حاجه صعيبه على الاخر، بالحق لازمها تكتيك ولازمها يعني ماهيش حاجه سهله، يعني العبيد باش ما تستسهلش، وهي عندها الحق يعني باش تحكي قصه نجاحها خاطرها ما جاهش شيء بالسهل، فهمت؟ والله يعني أنا عندي مشكله مع بنتي على تيك توك، كل مره يتكسر تليفون ولا نفكه جرت التيك توك ضد معناها انا اي خاطر هي ماشيه في التوجه هذاك. هو صحيح فما محتوى خايب نعرف، اما فما برشا باهره في تيك توك، وتوا دور الاباء اللي هما ولادهم الصغار اللي مازالوا دي مينور يعملوا لهم رقابه، ينحيوا لهم عرفت كيف كيما عامله تيك توك. سي مختار ما عندكش تيك توك؟ لا عندي انستغرام. انستغرام مانيش نشط برشا. تعمل ستوريات؟ دو تون اون تون. خاطر انا التليفونات هذوما الجينيراسيون الجديدة تعرفها ما نحبش ندخل فيها، على خاطر انا انت عندك تليفون هكا عندي نموذج صغير هذاك نتاع كل الو شنو حبيت الو كمان من ميديا ان فوزي انت مختار، قلت لك تضيفي مختار تليلي فرحت طبعا، قلت لي نتبعوا بالكدا ونعرفوا بالكدا، عندك اسئله ليه؟ هي طبعا ما نجمش نفوت فرصه وجود المخ هكا لا يمل ولا يرخي انا نقول، اما تعرف اللي مختار تليلي تعرف وين مولود مختار تليلي؟ مولود في نهج الحقيقه
ما عمره ما يقول لك الحقيقة. هكا ولا مش هكا؟ منين جبتها هذه؟ باهي عندي سكوب توا ميسا. قاعد بيا عندي سكوب مالا شنو مالا عندي سكوب. اش قولك أنا توا عندي معلومات اللي مختار تليلي باش يكون خليفة فوزي البزرتي على رأس الإدارة الفنية للنادي الإفريقي. أها. هذا ما بلغني ونخلي له هو عاد. ماهوش غريب. سا بو اريفي على خاطر في وقت من الاوقات بعد انتصار الترجي على الافريقي والنادي البزاتي على الافريقي في كاس تونس 80 و 82 خذيت الكلوب وقتها فما عزوز اسهم الله يرحمه وينعمه الله يرحمه يلما امبوزي قال لهم سي لوم دو لا سيتياسيون واضح ماهيش باش نعطيه بنتي وماهيش باش نعمل معاها شريك قال لهم والله هكا هكا دو مو هذوما هذا ينفع ما ينفعناش تو نحيوه يا اخي عملت عامين في نادي الفريقي هزيت تيترواتهم لا ما هزيتش ما بحثت هم مشكلتهم الفريقي يربحوا الترجي يربحوا الترجي انا ما بحثتش اي دربي دربي عنده رونق مش ربح الترجي هو ربح الترجي في نصف نهائي ولا ربع نهائي ربع نهائي ربع نهائي وبالمناسبه خاطر عندي شويه معلومات وقتها دقيقه تسير نتاع سعد العبدلي هكا كيفاش وقتها دقيقة تسين مقابلة هذه تنص والمخ وقف على التوش هكا أي؟ وقلت كلمة قلت يا ربي ولا ثم ربي الكرة عند الاسبيرانس الكرة عند الاسبيرانس بربي نحكي احكيها لنا الطرفة هذه لأنه يحكيها لي برشا من الناس ما يعرفوهاش هذه أنا بدي نعرفها قبل دقيقتين يجيني فريد مختار الله يرحمه وينعمه تاع نادي الفيقي رئيس نادي الفيقي الله يرحمه وأنا معايا مهدي ولدي الصغير قد هكا طول قاعد بحذايا ساعة أول حاجة قاموا كلهم مازال دقيقتين قاموا الناس كل اللي بجنبي شدوا السنين حتى الجمهور بدا يخرج إذا الناس كل ما قعد حتى حد على البنك قعدت أنا ولدي وحدنا على البنك جاني قال لي شنو يا مختار؟ قلت له فما ربي إذا ربي يحبنا باش نربحوا تونا نربحوا النتيجة قداش وقت؟ وقت واحد شيء فوزي صغير اللي يلعب معنا مع الكلوب هو اللي ما كلمونتو زاد قالوا هذوك البنك نتاعنا وقت اللي وصل عمل الدور هكايا وصل قدام المدخل للفستيرات 90 دقيقة العبد اللي جات 90 دقيقة العبد اللي ما كان غلط الخميري غلط خلى الكوا موفي كونترول عمل العبد اللي ضربها ضربها في الشبكة بعد في البرونغاسيون 3-1 اي شفت دونك سو كيفي انا جو سوي ان بروفيسيونيل لو بومي بروفيسيونيل في تونس خاطر شو اش عملت انا من اسبيرونس مشيت للكلوب ومن سي من سباك سي اولي سبور لي سي اس اس او سي با دوني الحكايه هذوما قبل في الوقت هذاك مستحيل او مش سي با دوني او كلوبيست انا مثلا ليتوال علاش ما خدمنيش جيت نمبر وان في تونس انا وقتها ما خدمنيش خاطر اسبيرونتيست قالوا اسبيرونتيست في التاسعة علاش ما خذونيش؟ خاطر اسبيرونتيست واضح اي سي مختار اسبيرونتيست لما قلت حبيبي يا ابو جعفر وقتي مع نادي البزار ليس فما سر حتى ابو جعفر حلو اي حبيبي ابو جعفر اخر سؤال لا لا سي مختار قول لنا الطرفة هذه خاطر انا خذيت برشا معلومات من برشا اصدقاء اللي عاصروا مختار تليلي كل جمعية يمشي لها مختار تليلي وتبدا مهددة وصهية على النزول اول ما يوصل رئيس الجمعية ايش يقول له؟ يقول له يلزمك عزام كيفاش راسه عريان عزام راسه عريان وشكارة شكارة فلوس شكارة فلوس هنا عندك سؤال سي مختار أنا سي مختار نحبك ونقدرك برشا وتعجبني هكا روحك تبارك الله وتوا قلت ما شاء الله عمرك 82 سنة نحب نسألك سؤال بعيد عن الرياضة شنو سر الشباب الدائم شنو تاكل أعطينا نصائح خاطر بالرسم حاجة مهمة على الآخر وربي يخليك لنا بون أنا ما عدا الثلاث سنين الأخرانيين هذوما ولا لا براتيك دي سبور بالنسبه لي ما عادش اولويه اما قبل ثلاث سنين انا نعمل ساعه ونص الصباح مارش ونعمل ساعه ونص العشيه بسكليت فول فاسا ناكل مليح انا شفت كيفاش انا 66 وقت بطلت الكوره 66 بطلت الكوره 66 نوزن 69 كيلو انا توا 69 كيلو ما شاء الله تبارك الله ناس اخرين مش دادي حتى اصغر مني تو كاشهم دازه قدامهم واعراض كيما هكا و... انا لا جاي فولونتي كبيره ياسر في حكايه الماكله في حكايه النوم في حكايه لونترينمون كل جسمي منظم 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 محب للحياه ميسا وعقليه الايجابيه انسان ديما نظرته ايجابيه للدنيا
وديما ممكن حتى صفاء الروح زاده والقلب ما عندوش حتى تخاطر مخ ديما ما بن يحيى مع طارق هذوما كل معنا ديما نشوف مع حاتم طرابلس ديما عركه اللي في قلبه يخرج لا زاده من الاسرع انا وقت نشوف الكاس هذا تقول لي موتي بلا موتي فيد نقول لك ها موتي بلا ما نقولكش موتي فيد انت تقول لي العكس هذا ما نسكتش